هل ما هو الراجح في سماع الموتى؟ إيش؟ ما هو الراجح في سماع الموتى؟ سماع الموتى؟ هم يسمعون الكلام، ما هو الراجح؟ الراجح أن ما جاء في السنة هذا ثابت ما في إشكال، كما جاء في الحديث إن الإنسان إذا انصرف عنه أصحابه بعد دفنه يسمع قرعا عاليا، وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه وقف على القتلى في قليب بدر يؤنبهم ويوبخهم، ولما قالوا يا رسول الله كيف تكلم هؤلاء قال ما أنتم بأسمع لما أقول منه. ومثل ما جاء في الحديث أيضا ما من مسلم يسلم على قبر يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. وإلا فالأصل أنهم لا يسمعون لأن أرواحهم قد فارقت أجسادهم، لكن ما جاء في السنة لا بد من الإيمان به. نعم.